حول الملف السوري ينضم الينا عبر سكايب من الريحانيه المحلل السياسي والعسكري الاستاذ اديب العلاوي. اهلا بكم استاذ اديب الى استوديو الرافدين. انتهت مباحثات السانه 8، ماذا هناك من تقدم في طريق الوصول لحل الازمه في سوريا برايك؟ نعم، تحيه لكم، تحيه للفريق العامل، تحيه لمشاهديكم الكرام. اهلا بكم. والله يا اخي حقيقه هي انتهت، يعني دعني اقول كذبة جنيف، ومن بعدها اليوم تكاد تنتهي كذبة أستانا. الموضوع حقيقة لم يقدم ولا يؤخر 8 جولات في جنيف و8 جولات في أستانا، ولم يقدم ولا يؤخر على الإطلاق. بمعنى آخر، أستانا ولدت من رحم جنيف على أساس أنها يعني لتشكيل لجان عسكرية فنية بشكل تخصصي، فانتقلت الآن لتكون سياسية. هو يعني الدكتور أحمد طومة منذ قليل كان على يعني التصريح الذي يعني ظهر بتقريركم، يعني حقيقة أحمد طومة ليس له دور في المحادثات العسكرية إذا كان يعني يفترض ذلك. ونقطة أخرى، يعني الأستانة كانت بشكل فني عسكري تخصصي لإنشاء مناطق خفض التصعيد ورسم خرائط معينة وطريقة يعني المراقبة في هذه المناطق، نجت حتى هذه اللحظة منذ يعني 4 جولات الماضيه لجنيف على اساس ان مناطق خفض التصعيد اصبحت موجوده، ولكن في الحقيقه هي غير موجوده. ان كان في جبهه حماه لا تزال المعارك يعني محتدمه، ان كان في جبهه الغوطه الشرقيه تلاحظ. يعني اذا كان هذا على المستوى العسكري استاذ اديب، اذا كان هذا على الصعيد العسكري، ولكن ديبستورا اعلن بانه سيتم الاتفاق على تشكيل مجموعه عامه لاطلاق سراح المعتقلين في سوريا، اليس هذا تقدم او نصر للمعارضه كما يحسبه المعارضون؟ يا سيدي، نحن احتجنا ل8 جولات في جنيف وفي أستانه من اجل مناطق خفض التصعيد ولم نتقدم خطوه. الان نحتاج الى 8 جولات اخرى من اجل المعتقلين ولم يخرج معتقل واحد. يعني هذه لدر الرماد في العيون وكذبه كبيره حتى للاسف الشديد وقعت فيها المعارضه. بمعنى اخر، المعارضه تعزف على وتر ان المعتقلين ونحن بحاجه الى ان نتقدم خطوه من اجل اخراج المعتقلين، ولكن حقيقة قرار الواضح قرار الدولي 2254 كان ينص على إخراج المعتقلين، كان ينص على فك الحصار عن المناطق المحاصرة، كان ينص على إدخال الدواء والغذاء إلى المناطق المحاصرة. نلاحظ أنه حتى هذه اللحظة منذ يعني إصدار قرار 2254 حتى الآن لم يعني يدخل علبة دواء أو غذاء إلى المناطق المحاصرة. يعني المعارضة، ألم تعي المعارضة بأن مثل هذه المؤتمرات ومثل هذه الاتفاقات لا يمكن فرضها على النظام من أجل تنفيذ ما يتمخض عن هذه المؤتمرات؟ يا سيدي، المعارضة غير قادرة على ولا حتى الدول الضامرة حقيقة هي ضامرة بشكل صحيح. بل والأسوأ من ذلك أن روسيا هي إحدى الدول الضامرة، وهي التي تخطط، وهي التي تخرق مناطق خفض التصعيد، وهي التي تشارك في حصار الغوطه وفي حصار مناطق اخرى. ولذلك للاسف الشديد نحن وقعنا بين براثن. يعني كان الولايات المتحده الامريكيه التي تعتبر نفسها من اصدقاء الشعب السوري هي كذبه كبيره. يعني تآمرت علينا الولايات المتحده الامريكيه وروسيا وايران ودول وكل دول اصدقاء سوريا. للاسف الشديد هي كذبه كبيره. يعني الان العالم يقوده ذئاب حقيقه، يعني بدءا من ترامب الذي يحب المال ويعشقه ويعبد المال، وهو يحاول تحصيل اكبر قدر من الاموال للداخل الامريكي لتكبر شعبيته، انتهاء بالذئب الاخر وهو بوتين الخريج، يعني الكي جي بي المخابرات. نعم، يعني استاذ اديب باختصار، اذا كانت الثوره السوريه ببساطه لا يتم فيها الحسم بالطريقه العسكريه، وانت كما تقول بان الحوار السياسي ايضا هو غير ناجح مع المعارضه، اذا ماذا بقي امام الشعب السوري للوصول الى حل في سوريا؟ والله حتى الان الحلول، حتى الان الدول هي عجزت عن الحلول. يعني الدول هي عجزت عن الحل في القضيه السوريه، لانها لم تتفق على اقتسام الكعكه السوريه للاسف. يعني لو خرجت هذه الدول، لو تركتنا روسيا وايران والولايات المتحده الامريكيه وخرجت وابتعدت عنا لحلنا مشكلتنا بانفسنا. نحن كثوره قادرين على اسقاط النظام، ولكن ان تاتي كل هذه الفصائل، يعني الفصائل والدول تساند النظام من روسيا، نعم، الميليشيات الايرانيه والحشد الشيعي وغيره، 60 اكثر من 62 فصيل
هي من افغانستان وصلت ومن باكستان الفكره ومن ايران استاذ اديب العلاوي المحلل ويقطرون على 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 نعم القطاره ونريد ان ننتصر. للاسف يريدون وقت الثوره وبالتالي هم يريدون قتل الشعب السوري. وصلت الفكره الاستاذ اديب العلاوي المحلل السياسي العسكري السوري، كنت معنا عبر سكايب من الريحانيه التركيه، شكرا جزيلا لك.